أخبار اليوم. وربنا يبارك فيهم اللي هم تفكرونا بالمعين على قدرته وتفكروا الغلابي. تحيا مصر. وتحيا مصر. انت ليك شغل تاني يا حاج؟ أه؟ ليك شغل تاني؟ لا ما ليش شغلات انا الا هي دي بس. هتعمل بيها تكبره وتسمنه بعد كده تبيعه وتعمل ان شاء الله واسمنه وابيعه واجيب لي هف الجاموسي. تمام. أه؟ عاوز كلمه منك للسيسي. أه؟ كلمة منك للسيسي. ربنا يباركنا فيه وطولنا في عمره. الدكتور أنور محمد علي سماكوري، مدير عام الإدارة البيطرية بنجا حماية. دكتور، كلمينا النهاردة عن الحالات، وأنتوا لمدة كذا يوم هتسلموا مجموعة من العجول للأهل الخير تبع جمعية الأورمان والقوات المسلحة. هو النهاردة امبارح سلمنا 75 عجل تسمين هدية من رئاسة الجمهورية لجمعية الأورمان بنجا حمادي في قرية الرئيسية. النهاردة برضو بنسلم 75 عجل برضو نفس هدية من رئاسة الجمهورية لجمعية الأورمان برضو في قرية رئيسية ما تبع مركز نجا حمادي. أنتوا بتسلموا كل يوم لمدة كام يوم يا فندم؟ هو بالنسبة لنجا حمادي لسه معانا يوم الجمعة كمان هنسلم في نجا حمادي في قرية أولاد نجا. في قرى تانية منتفعة بالأبقار دي؟ ما هي قرية الرئيسية ونواحيها طبعا والحلفاية ونجا حمادي تبع أولاد نجم والنجوع اللي حواليها. تمام. بيتم الإشراف من قبلكم بإشراف دوري على الحيوانات ديت، ولا هو المجرد بس تسليم العجول لأصحابها؟ لا، إحنا بنسلم العجول لأصحابها وبنأمن عليها وتبقى تاخد خدمة بيطرية مجانية لو الحيوان يعني كان مريض أو نفق الحيوان، لو نفق بياخد تعويض، ولو مريض الحيوان بيتعالج مجاني تابع للوحدات البيطرية عندنا تابع نجا حماية. أشكرك جدا. دكتورة سهير لندن من مديرية الطب البيطري في جانا، رئيس قسم التأمين. دكتور، كلمينا النهارده يعني هتسلموا كم راس عجل والتأمينات الصحية بتاعتهم جاية منين؟ هم 75 راس عجل جايين من مؤسسة الرئاسة من القوات المسلحة، هيتسلموا لأهل الخير يعني هنا
هنسلمهم دول الرعايه الصحيه ليهم جايه من قطاع الامن الغذائي مزرعه 6 اكتوبر مجمع البان غرب النبريه. وانا معايا اوراق التحصينات بتاعتهم، هم واخدين كل التحصينات. هنا بقى بترعيهم بعد التحصينات بعد تسليمهم للمنتفعين بيهم، بيتم متابعتهم طبيا من قبلكم يعني؟ طبعا بيتم متابعتهم طبيا، بنراعيهم وبيكون في مراعاه يعني دوريه ليهم. واذا حصل نفق حيوان او كده بياخد برضه تعويض عنه. هل ليهم هم تامين صحي؟ يعني رعاية صحية ليهم، رعاية صحية ليهم من كبر الطب البيطري. ليهم رعاية مستمرة ليهم. حضرتك بتقولي لو نفقوا بيتم تعويضهم ماديا ولا بتجيب لهم برضو عجل تاني؟ لا بيتم تعويضهم ماديا. بيقدر ثمن العجل كان قد ايه وبياخد ثمنه ماديا. طب بالنسبة بقى لمديرية الطب البيطري هنا في محافظة المنيا، هل بيتم معاملة كل الحيوانات كده ولا محافظة هنا بيتم معاملة او رعاية الطبية بس للمؤمن عليهم ولا لكل الفلاحين الزراعيين او الصعايد الزراعيين هنا؟ الرعاية الطبية بتتم لكل الحيوانات، اي حيوان بيدخل الوحدة البيطرية بيراجي رعاية طبية متكاملة. بس بالنسبة للحيوانات المؤمن عليها بياخد علاج مجاني، ده بحسب قرار من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية في القاهرة. الحيوانات المؤمن عليها بتاخد علاج مجاني، وتذاكر العلاج برضو بتكون مجاني والأدوية مجاني. أما بالنسبة للحيوانات اللي مش مؤمن عليها دي بتدخل الوحدة بيدفع ثمن تذكرة العلاج وبيدفع ثمن العلاج، ودكتور الوحدة بيعالج له الحيوان.